صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، تحيه مباركه طيبه للجميع ومال الاذاعه انت مشرف مباركه لجميع مستمعي هذه الاذاعه المحليه الفاضله. في البيان رقم 26 الصادر عن اللجنه الوزاريه للفتوى جاء فيه: بعد، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يخفى أن من أعظم مقاصد الدين الإسلامي حفظ رابطة المجتمع وتثبيت دعائمه على الخير والرحمة والإحسان وتقوية أواصر الأمة وحماية أفرادها من كل أسباب التفرق والتنازع. وقد جاء التعاليم الإسلامي في كلياته وجزئياته مبينة أو مبنية على هذا الأساس، محققة لهذا الغرض الشريف. وحرصا من اللجنة الوزارية للفتوى على العناية بما يحقق هذه المقاصد السامية والغايات النبية، وتذكيرا منها بواجب التعاون على البر والتقوى، وعملا بمبدأ التواصي بالحق، وحفاظا على مكتسبات الوطن ووحدته ومكانته وقوته، فإن أعضاءها يذكرون في هذا البيان بما يأتي: أولا، ضرورة التنبه لخطر الكلمة وعظم شأنها، فهي أمانة يجب حفظها ومسؤولية ينبغي رعايتها، خصوصا في هذا الزمن الذي تطورت فيه وسائل التواصل، وصارت الكلمة تنتقل أو تنقل عبر قنوات كثيرة، وخصوصا الفضاء الإلكتروني الذي تتخذه بعض الجهات ميدانا لحروب ممنهجة ضد الأمم والدول والشعوب. وقد تضافرت نصوص الشرع في تعظيم أمر اللسان وبيان خطره وعظيم أثره. قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ثانيا، الواجب على كل مواطن إذ لاحت بوادر الفتنة وانكشفت أمارات السعي إلى التفرقة والتنازع أن يحسم دواعي الشر ويقطع أسباب التنازع، عملا بمبدأ سد الذريعة وتحقيقا للمصلحة الراجحة، ورعيا لقاعدة دفع الأضرار، وحفظا للمجتمع ونظامه من الاختلال والافتراق، لا سيما وقد أخذت تتضح خيوط المؤامرات الأجنبية التي تصنعها مخابر الفتنة والحقد والعداوة ضد وطننا الجزائر، والتي تهدف إلى التشكيك في أواصر اللحمة القوية بين مكونات المجتمع الجزائري شعبا وسلطة وجيشا، وتروم زرع الشقاق بين أبناء الشعب الواحد والبلد الواحد. ومن المعلوم أن الاسترسال في نقل الكلام وإشاعته وتقليبه من غير بينة ولا تحرز يعتبر من أعظم أسباب الاختلال والفوضى. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثالثا، إن ديننا الحنيف يأمرنا بالاجتماع والتآلف وينهانا عن الاختلاف والافتراق، ويدعونا إلى الاحتراز في الأقوال والأفعال، ويحذرنا من الغفلة لما تسببه من العواقب الضارة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاء الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.